وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الآن يأكل الإبن باليسار ويشرب باليسار ولا ينهاه الأب ولا يربيه، بل إني رأيت في عيني من يمارس يشرب الدخان باليمين ويأكل ويشرب باليسار. سبحان الله، أنت تفعل الحرام الآن باليمين وهذا الطيب تأكله باليسار تشرب باليسار. فلا بد أن نربي أبناءنا على هذه الأمور. ربوا أبناءكم على الستر وبناتكم ربي يا أختي المباركة الأم الفاضلة، الأم مدرسة، لا بد أن تربي أبنائك على الحجاب الكامل والستر واللباس، لباس المرأة المسلمة، وكيف كانت الصحابيات إذا خرجن كالغربان من هذا الحجاب الكامل الأسود. ونحن ننظر إلى لباس البناء الأبناء والبنات هذه الأيام وفي هذه الأزمنة وفي ظل هذه القنوات، كل البعد عن اللباس الشرعي الفضفاض الواسع الساتر، فصار لبسا وملابس يندى لها الجبين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا بد أن نحرص على إصلاح أبنائنا وبناتنا، ويبدأ بإصلاحك نفسك بأن تحسن علاقتك مع الله عز وجل. وكان يقول على السلف لأبنائه: والله إني أزيد في صلاتي رجاء صلاحكم. كيف نريد أن يصلح أبناءنا وبناتنا وقد أدخلنا عليهم وسائل الفساد والإفساد، ولا نتابعهم ولا نأتيهم ولا نوجههم ولا نتابعهم؟ لابد أن أعرف مع من يذهب أبنائي وبناتي، مع من يجلسون ويجيئون، أين يذهبون إذا خرجوا. لابد أن أضع لهم برنامج في الذهاب والإياب. وهكذا نتقي الله عز وجل في أبنائنا وبناتنا، نحرص كل الحرص على أن يكونوا لبنة صالحة في هذا المجتمع. Yuk jadi bagian dari dakwah Najiyah TV. Dukung operasional dan sewa satelit Najiyah TV. Raih keberkahan dan pahala amal jariah yang terus mengalir tiada henti.